السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف لو احنا عندنا كورة وبتسقط المفروض تخبط في الأرض وبعد كده تهتد وتخبط تاني وهكذا. طيب هاجي أول حاجة أعملها إن أنا أحط البلان بتاعي بالشكل دوت، وبعد كده بعد البلان هحط الكورة بتاعتي سفير. طيب أنا محتاج بقى أخلي السفير ديت تبقى أعلى سنة. طيب الكاميرا اهيت أقدر أظبطها، خليها تيجي هنا، تقدر نخليها تقرب شوية، خليها تتحرك كده تمام، بحيث ان انا لما اجي اقول له اعمل رن ابدا اشوفها معايا في الكاميرا. طيب هي مش هتبدا تسقط نفسها، لازم احنا نبدا نعمل لها بعض الاعدادات. هو اختار السفير واقول له اد كومبوننتس، واقول له انا عايز خاصيه فيزيائيه اللي هي ريجيد بودي، ده هنا الوزن بتاعها، هقول له مثلا خلي الوزن بتاعها 2. طيب هقول له شغل، تبدأ تسقط بالشكل ده. طيب انا عايز تسقط وتبدا ايه، يبقى في حركه شويه تمام. اجي اقول له هنا عايز الشكل. طيب اعلم على الكوره اهيت، الاقي عندي خاصيه هنا اللي هي كوليدر، هقول له انا عايز الماتيريال بتاعتها، هو هنا ما عندهاش ماتيريال، فاقول له انا عايز الماتيريال بتاعتها تبقى باونسي تمام. تعالى نجرب، نشغل، بدأ يبقى فيه كرة بتنزل وتخبط وتطلع تاني، تنزل تخبط وتطلع تاني إلى ما لا نهاية. ليه ما لا نهاية؟ لأن مفيش مقاومة، المقاومة صفر تمام، المقاومة اللي هي الدراج دي صفر. تخيل إن أنت عندك سلك كهرباء وصلته ومفيش مقاومة في الأسلاك، فهتفضل تستمر ما لا نهاية تمام. طيب الحل إيه بقى عشان نحل حاجة زي كده؟ إن أنا هاجي هنا أعمل الدراج ديت، أعليها شوية، خليها مثلا واحد ونبدأ نشوفها. هتلاقي ان هي كل مره بيبقى فيه مقاومه، المسافه بتطلعها اقل وكل شويه تقل تقل لحد ما تستقر على الارض خالص زي الكره العاديه. طيب لو خليناها مثلا 2 هتبقى اسرع. كده بقت الكره تنزل وترتد.